رفيق الحلواني رئيس جمعية تونسية للصحوة الديمقراطية أتاد والمنسق العام لشبكة مراقبون. شنو هي مراقبون؟ مراقبون شبكة، يعني مجموعة جمعيات خدمت على مراقبة الانتخابات. الشبكة هذه تكونت في صيف 2011، جمعيات تهتم بالشأن الانتخابي بالانتقال الديمقراطي. مع بعضنا كونا ان ريزو داسوسياسيون الهدف نتاعو مراقبة انتخابات 2011. شراقبنا فيها، راقبنا فيها يوم الاقتراع نهار 23 اكتوبر. كانت مراقبون متواجدة بتقريبا 4000 ملاحظ متكونين على مراقبة الانتخابات، موزعين على 27 دائرة انتخابية، تونس الكل من الشمال للجنوب. كان عندنا وجود في 3 دوائر في الخارج، دائرة فرنسا 1، فرنسا 2، متواجدين كنا في ألمانيا، وكان عندنا ملاحظ في دبي. على المستوى العددي كنا أكبر شبكة في تونس، أخذت التصاريح لزاكريديتاسيون باش تراقب. على مستوى الكم كنا متواجدين، على مستوى الكيف قمنا بخدمة باهية، استعملنا فيها التكنولوجيا، قمنا بريبورتينغ نهار الانتخابات، استعملنا فيه الاسماس، استعملنا الويب، وكنا كما حبينا عينين التوانسة الكل. الانتخابات بدأت تقرب، وإحنا واجبنا باش نحاولوا نضغطوا على أهل السياسة باش يعطيونا انتخابات تكون تتوفر فيها المعايير الدولية ومعايير الحياة ومعايير النزاهة في أقرب وقت. ولهذا رينا اللي وقيت باش نعاودوا نفعلوا الشبكة متاعنا. خدمنا على مستوى الجهات الكل، بدينا باللقاءات على مستوى الولايات، لقينا دعم من عند الهينريش بول شتيفتونغ باش نخدموا للبرنامج هذا متاعنا لإعادة إحياء وإعادة تفعيل شبكة مراقبون. خدمنا خدمة على مستوى لي غراند ريجيون، كنقولوا الشمال الغربي، الشمال الشرقي، الوسط، الجنوب. كنا عملنا تقريبا ستة لقاءات مع الممثلين الجهويين لشبكة مراقبون. بدينا بجندوبة وكملناها في مدنين، تعادينا البلاد الكل من الشمال للجنوب. الناس الكل حاولنا نوصلوا خدمتنا، نوصلوا الأفكار متاعنا، شنو مشاريعنا، شنو باش نعملوا، شنو نحبوا، ويكون عليهم اتفاق. احنا في مراقبون وفي أتاد ما نخدموش بطريقة ناخذوا القرار في القمة ونطبقوها على الناس، هاو قررنا وانتم نفذوا، ما عندناش هذا. نحبوا احنا نؤمنوا بالديمقراطية، والديمقراطية كان ما نبداوش بها احنا ما تولي عدم. حاولنا نشاركوا الناس في القرارات نتاعنا، نوضحوا لهم شنو هي الافكار، شنو هي المشاريع اللي باش نخدموا عليها. برينسيبالمون احنا 2011 خدمنا على مراقبة يوم الاقتراع، خدمتنا الكل تركزت على نهار برك ونجحنا في هذا نسبيا. نقايص عديدة، ما كأول تجربة شكون كان ينجم يعمل خير؟ فماش شكون في تونس كان يفهم اش معناها انتخابات ومراقبة انتخابات. اكتسبنا خبرة صغيرة عام 2011 2012 2013، الناس اللي خدمت معنا تمكنت باش خرجت للخارج وتشاركنا مع ليزانترناسيونو، وقمنا بدورة تكوينية تكوننا، وبعد ولينا احنا زادا مكونين وشاركنا في انتخابات اخرين. عندنا الشباب اولاد وبنات نتاعنا في مراقبون راقبوا في ليبيا، في مصر، في الاردن، في سيراليوني، في كينيا، في غانا، في قاموا بدورات تكوينيه في مدغشقر، في الجزائر، في تقريبا حصلوا في البلدان الكل الافريقيه والعربيه، حتى في الكويت اللي هي معنا مؤخرا عندنا فريق مشاركه بغادي. الخبره هذه رجعوا بها هنا، قاعدين نحاولوا نطوروا الاساليب نتاعنا. الانتخابات الجايه باش نراقبوها من الاول حتى كش الاخر، مش يوم الاقتراع برك. هذا يتسمى مراقبه لامد طويل. هذا اش نحبوا نعملوا في المراقبون، وهذا علاش بدينا من توا تقريبا قبل عام من الانتخابات، باش نحاولوا نبداو عينين الناس الكل على المسار الانتخابي الكل. يبدا من القانون، احداث الهيئه، القانون الانتخابي، تسجيل الناخبين، الترشح، الطعون، كل ما هو الطعون اللي هي ذاك الناس اللي تشكي كي تلقى اسمها مش في قائمة ولا حاجة، الطعون في مختلف مراحل المسار الانتخابي. وعندنا مراقبة الحملة الانتخابية، وعندنا مراقبة يوم الاقتراع. معناها باش نكونوا نحاولوا نكونوا أكثر عدد، وباش نراقبوا لفترة أطول من بداية المسار حتى كشي لنهايته. مشاريعنا 2014 بدينا نحكي فيها مع جهاتنا، مع ممثلين مراقبون في الجهات من تو. قمنا
لقينا دعم من مؤسسة هينريش بول بلقاءات جهوية، أخذنا لي غروند ريجيون، الشمال الغربي، الوسط، حتى كي نوصلوا للجنوب، وقمنا باللقاءات هذه. مثلا في جندوبة بدينا اجتمعنا بالأربع ولايات نتاع الشمال الغربي، كل ولاية بعثت أربعة خمسة من الناس اللي هما سيلي كورديناتور ولي فورماتور اللي خدموا معنا في 2011. عاودنا تلاقينا مع بعضنا، حكينا مع بعضنا، فسرنا لهم احنا شنو نحبوا نعملوا، شنو هي المشاريع اللي عاملينها بالتمويل اللي لقيناه، وشنو هي الحوايج اللي ماذا بينا نعملوها المشاريع، وكيفاش ينجم هما يعاونونا، شنو هي نظرتهم. خاطر ناس احنا خدمنا صحيحه، ما هما زاد عندهم الخبره وعندهم الكونتاكت مع الناس، مع البشر، مع المراقبين اللي خدموا معاهم. هذه حاجه تجي ما تجيش. كما قمنا باللقاء هذا في جندوبه، خذينا تقريبا كل شهر جمعه وسبت وحد نعملوا لي ديبلاسمون تاعنا. بعد تقابلنا مع ممثلين الولايات نتاع نابل، نابل واحد، نابل اثنين، الدوائر الانتخابية معهم بنزرت. جمعة اللي بعدها مشينا في سوسة، قابلنا ولاية الساحل معهم القروان. من غدوة تعدينا للوسط الغربي، عملنا ان ايفينمون في سبيتلة ولاية القصرين، جاوا فيه دونك ولاية القصرين سيدي بوزيد وقفصة. جمعة اللي بعدها خدمنا على صفاقس، وبعد اهبطنا المدنين. المدنين تلاقينا فيها مع ولاية الجنوب الكل. رجعنا بعد 10 ايام عاود لتلاقينا تقريبا اكثر من 110 ناس مراقبون ممثلين على الولايات الكل نتاع تونس من شمالها لجنوبها، الناس اللي خدمت 2011 والناس اللي كانت مراقبين، معنا ما تحملوش مسؤوليه تنظيميه وتو باش يوليو عندهم مسؤوليه اكثر في التنظيم. وحكينا اون ديتاي اكثر مده يومين على مشاريعنا كيفاش، اللي هي المرور من المراقبه، مراقبة يوم الاقتراع فقط إلى مراقبة المسار كامل. هذه حاجة مهمة برشا. أنا مشروع واحد آخر اللي هو يمثل تقنية جديدة استعملت في عديد البلدان، اللي هي البي في تي، تتسمى Parallel Vote Tabulation، ولا طريقة تقنية الفرز السريع. تعطينا بعدد تقريبا 1000 مراقب موزعين في مكاتب بطريقة علمية تمثيلية، معناها ستاتيستيك، تعطينا فكرة على اللي صار على مستوى وطني. معناها حاولنا نفسروا هالتقنيات اللي حكينا فيهم ديجا في الجهات، وقمنا ببعض التبديلات. الملتقى هذا كان معناها بالنسبة لنا احنا هو اول ايتاب ريال في الرولانس متاع الريزو متاعنا. علاش خرجنا احنا ميثاق شرف خرجنا به، خرجنا باهداف واضحة، وخرجنا بتقريبا رسمنا مع بعضنا الملامح نتاع الخطه نتاعنا نتاع 2014. مازلنا باش نتقابلوا في جانفي بور فيناليزيها لي ديتاي هذوما. من الحوايج البسيطه مثلا اللي فقنا بها اللي هي الشاهد. احنا وعدنا المراقبين عام 2011 باش تكون عندهم الشاهد. احنا اللي اول فرصه قيناها قينا تمويل باش نخدموا هالشاهد هذوما، عملناهم شاهد محترمين ياسر، اعطيناهم للمراقبين نتاعنا الكل. الجمعة اللي فاتت معنا في اخر ديسمبر ولا في نصف ديسمبر على مستوى ولاية الجمهورية الكل، الشاهد قاعدين يتوزعوا في كل ولاية، سيريموني صغيرة، احتفال رمزي اكثر منه، شكر منه، اعترافا منا كشبكة مراقبون بالجميل للناس اللي خدمت عنا واللي عاونونا، اعطيناهم الشاهد. لعبت فرحت بهم ما تخيلش قداش. وهذه كانت ستي اون بوكلي لا بوكل نتاع انتخابات 2011. برنامج هذا إعادة الهيكلة ولا لا رولانس دان ريزو، برنامج إلي أتيبيك، صعيب باش تلقى له تمويل. كي تمشي للممولين العاديين يقول لك ما هوش برنامج هذا، ما فيش أوت بوت، ما هوش فورماسيون. عند اللي بايور دو فون كي تقول له برنامج يحب فورماسيون دو فورماتور، بعد تك تك تك، ما هوش هذا، ما هيش احتياجاتنا هذه. لا أنا نمولك باش تعمل كتاب. احنا لا، احنا شبكة خدمنا، عندنا مدة رقدت شويه الخدمه بتاع الشبكه هذه، يلزمنا يفو لا رولونسي. فما جماعه يقول لك ان ريزو سي كوم دي موسكل سا فورس سي انا بور لو روندر فور يفو كيل ترافاي، اشياء من النوع هذا. تلقينا تفاهم كبير من عند مؤسسه الهينريش بول، اللي هما معناها خرجوا من لي سونتي باتو تاع المشاريع. ما فيهش هذا اوتبوت واضح ومخرجات واضحه كما يقولوا، معناها الناس اللي تمول في المشاريع دون مانيير تيوري. لقيناه دعم من عند هينريش بول، هو التفاهم، فهموا لا ناتور نتاع لي بيزوان نتاعنا. الدعم هذا مكننا باش نعاودوا نخدموا على لا رولونس نتاع شبكه مراقبون. مراقبون كانت موجوده 2011، ان شاء الله 2014
واللي بعده واللي بعده مراقبون عينين تونس الكل.